السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة. واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد، وذلك في قصر سموه بالرميلة. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مزيدا من التقدم والرقي والازدهار، ويعيد الله هذه المناسبة السعيدة على حكومة دولة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبالات عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. قدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان مساء أمس واجب العزاء للجالية السودانية في وفاة المغفور له بإذن الله رئيس الجالية في العين تاج السر جعفر، وتوجه معالي خلال زيارته مجلس العزاء بالنادي السوداني بالدعاء إلى الله تعالى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه. وعرب عماد الدين حسن البشير المستشار الثقافي في السفارة السودانية لدى الدولة والأمين العام للجالية الدكتور حسن محمد أحمد وأفراد الجالية السودانية عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لمعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان لصادق مشاعره وحرص معاليه على مواساتهم في مصابهم. اختارت اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، تقديرا لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية، لتكون الشارقة بذلك أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وجاء قرار لجنة الاختيار المؤلفة من ممثلين عن رابطة الناشرين الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات واليونسكو التي اجتمعت بمقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي لإمارة الشرق اعترافا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارة في مجال نشر ثقافة القراءة على المستوى العربي والدولي، حيث رصدت اللجنة حجم العمل الثقافي الذي تقوم به الإمارة للنهوض بالكتب والقراءة وتكريس حضورها لدى جميع أفراد المجتمع. وتختار اليونسكو منذ عام 2001 العاصمة العالمية للكتاب استنادا إلى معايير محددة، حيث يمنح اللقب للمدينة التي تقدم أفضل برنامج على مدار عام بأكمله بهدف تعزيز ثقافة القراءة والكتب. وتشمل المعايير اتساع نطاق وأثر البرامج الثقافية وجودة الفعاليات التي تطرح من قبل الدول للنهوض بالكتاب والقراءة. أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس دعمها ومساندتها طلب الاتحاد العمالي العالمي الحر من حكومة قطر مراعاة الأوضاع المأساوية للعمالة الوافدة في قطر، خاصة الآسيوية التي تتعرض لانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. وكانت شارم بارو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة والذي يعتبر أهم وأكبر اتحاد عمالي عالمي ويضم أغلب النقابات والاتحادات العمالية في العالم، أصدرت بياناً في 19 من يونيو الجاري
أكدت فيه أن العمال من بنغلاديش والهند ونيبال يعانون معاناة شديدة في قطر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة حالياً المستوردة من إيران وتركيا. وقالت بارو إن هذه العمالة في قطر تتسلم رواتب ضعيفة جداً تقدر أسبوعياً ب70 دولار أمريكي فقط، في حين أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة جداً قياساً لهذه الرواتب. وأضافت أن الأوضاع المأساوية للعمالة الوافدة في قطر تتمثل في معاناتها بشدة من عدم وجود حقوق لهم في ظل نظام التوظيف غير العادل، حيث هم ممنوعون من العودة والسفر إلى أوطانهم، بل الكثير منهم لا يزالون يدفعون دين شركات محلية لتوظيفهم. نظم نشطاء وحقوقيون مظاهرة أمام السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس أمس للاحتجاج على دعم الدوحة للجماعات الإرهابية ورفضا لزيارة أمير قطر المقررة لفرنسا. وحملت المظاهرة شعارات تطالب الحكومة القطرية بالكف عن دعم الجماعات المتطرفة والتي وصل أذاها وإرهابها إلى عواصم غربية خاصة باريس، والتي شهدت هجمات إرهابية عديدة. وطالب المتظاهرون الدوحة بالاعتذار إلى الشعوب التي مسها خطر الإرهاب، خاصة الشعب الفرنسي. كما حثوا الحكومة الفرنسية على عدم استقبال أمير قطر حمد بن تميم في باريس. وفي الإطار نفسه أيضا أكد محدثون في ندوة الدولية لعلاقة قطر بالإرهاب التي شارك فيها سياسيون فرنسيون وأوروبيون وعرب وقادة جمعيات أن علاقة الدوحة بالإرهاب وتمويله استمرت لعقود بغية التمكين لنفسها في الساحة الإقليمية والدولية. كشف تقرير المحقق الأمريكي السابق مايكل غارسيا قبول 3 أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو البرازيلية على حساب الاتحاد القطري والحصول على أموال قبل التصويت على استضافة مونديال 2022. ووفقا لصحيفة الألمانية كما نقل عنها من موقع إحدى القنوات العربية، فأن تقرير غارسيا يكشف كيفية سفر 3 أعضاء من اللجنة التنفيذية لديهم حق التصويت لحضور حفل في ريو دي جانيرو في طائرة خاصة من الاتحاد القطري لكرة القدم قبل التصويت على استضافة المونديال. أضافت الصحيفة بأنه هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري وشكرهم عبر البريد الإلكتروني على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليوروهات مباشرة بعد منح قطر الاستضافة. تابعت أيضا بأن مليونات دولار من مصدر مجهول أيضا دخلا في حساب لابنة أحد أعضاء فيفا في 10 من عمرها. إلى اليمن، حيث واصلت قوات شرعية في اليمن تحقيق انتصاراتها على جبهة صرواح في محافظة مأرب بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق. وصرح مصدر في القوات المسلحة الإماراتية أن قوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية نجحت في السيطرة على جبل مرثد في جبهة المخضرة بشكل كامل بعد معارك ضارية كبدت فيها القوات التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأوضح المصدر أن قوات الشرعية استهدفت مركبة في جبل الدرعي في جبهة المخدرة كان على متنها بعض القيادات الحوثية وعدد من 8 إلى 10 عناصر من الميليشيات الانقلابية. يذكر أن السيطرة على جبهة صرواح لها أهمية عسكرية استراتيجية كونها تقطع العديد من خطوط الإمداد لقوات الميليشيات في مأرب، إلى جانب أنها تزيد الضغط على الميليشيات الحوثية في صنعاء، الأمر الذي سيسهل من عملية السيطرة على العاصمة. وصلت إلى ميناء المكلا اليوم سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها 15 حافلة لدعم المدارس والأندية في محافظة حضرموت وشبوة ومأرب، وذلك تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم المدارس والأندية والنقل العام
في عدد من المحافظات اليمنية ب 99 حافلة. وفي هذا الصدد قال أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، قال إن وصول هذه الحافلات يأتي في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات اليمنية المحررة، وضمن الجهود التي تبذلها للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. يبدأ في الأول من يوليو المقبل العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بحسب القرارين الوزاريين 177 و178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المرورية. في هذا الإطار دعا العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور، وأكد بأن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد وإجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق بما يسهم في توفير السلامة المرورية، وأن يكون تطبيق تلك الإجراءات دافعا للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمانا. امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً من خلال تسخير التكنولوجيا في خدمة المورد البشرية ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة أوتساوا السنغافورية المحدودة بشأن تصنيع دورية ذاتية القيادة تخدم المنظومة الأمنية في الإمارة، وبذلك تكون شرطة دبي أول جهة أمنية تستخدم هذا النوع من السيارات في العالم. في السياق أكد سعادة اللواء عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي حرص الشرطة على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنية والكوادر الفنية والبشرية لخدمة رجل الشرطة ومكافحة الجريمة والحد منها، مما يعود على إنتاجية العمل الشرطي في جميع المستويات بصورة تبوأت فيها القيادة العامة لشرطة دبي مكانة متقدمة تقنياً منذ فترة طويلة، ما جعلها المؤسسة الأمنية التي دائماً ما تتطلع إلى كل ما هو تقني وحديث. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إغلاق عدة منشآت طبية وصيدلانية تراوحت بين شهر واحد إلى 4 أشهر تبعاً لحجم المخالفة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لقسم الحوكمة الصحية للتأكد من التزام كل المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة. في هذا السياق أكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، أكد بأن قرارات الإغلاق للمنشآت الطبية والصيدلانية ذات صيغة انضباطية لتطبيق معايير الامتثال للوائح وليست عقابية، فمسؤوليتنا هي صحة الجميع أو صحة المجتمع، وتلك أمانة بأعناقنا. كما تستند قرارات الإغلاق للنظم والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الصحية والصيدلانية واشتراطات الالتزام بمعاييرها في الدولة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك للوصول إلى المؤشر الوطني لحصول جميع المستشفيات على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية. أما الآن إليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.